دكتور رح تمام. نتفصل فيهم، بس خليني هون بهي النقطة اللي ذكر، عملت أي تحاليل أو أي فحوصات مؤخرا؟ أنا الحقيقة يعني دلوقتي الدكتور بيتكلم، أنا عملت الهيموجلوبين أيوه طلع واطي. زي ما أنت الدكتور بالظبط، الحديد محتاجة دواء حديد يعني، بس لسه يعني بادئة فيه قريب هلا يعني. بس كنت رايحة للدكتور عشان شعر، عشان شعري كان بيسقط يعني، هي الشكوتين دول فعلا مينلي هما الحاجة اللي عندي قوي، متشابكين مع بعض بالظبط. دكتور إذا أخذت العلاج المناسب النتيجة بتتحسن بشكل كبير جدا دغري. جدا. والعكس بقى لو اعتمد، يعني في برضو فكرة خاطئة بنحب نصلحها من خلال برنامج حضرتك الهام ده، إن معظم الناس متصورة إن العلاج الأمراض الجلدية لازم تكون حاجات موضعية. الأمراض الجلدية يعني 98% من علاجاتها لازم علاج داخلي كمان. ده اللي الناس مش فاهماه، يعني نعم نحط كريم أو مرهة أو دهانات، لا. يعني بالنسبه لحاله مدام رانيا كمثال اهو، هي محتاجه تاخد فعلا التروكسين للغده الدرقيه، وده الاسم الكيميائي بتاعه، وبتاخد مركبات حديد علشان الانيميا، اللي هم الحاجتين اللي ممكن يكونوا مؤثرين على الاظافر وعلى الشعر في نفس الوقت. وقالت لي برضو حضرتك قلت لي في جفاف في الجلد، جفاف في الجلد كمان عندي هنا، حتى مهما اي نوع كريم احسن نوع. ايوه لانه عم يحكي حتى كمان من خلال الحبوب الادويه الخاصه حتى تقدر تتعالج. هي قالت ملاحظه ذكيه، قالت مهما حطت كريمات ما بتتحسنش بالظبط، لان الحاجه داخليه اصلا. تعرف دكتور انت عم تحكي عن فكر هلا، يمكن ترند اذا بدك او موضه اكثر عند الصبايا تركيب الاظافر، ان كان الاكريليك او الضفير الاصطناعي لمده اسبوع او اللي بتضاين شهور، لدرجه ما بقى عم بتبين اذا في مشكله بالاظافر او لا. صح، هذيك لمست نقطه هامه جدا في الاتجاهين. اولا هي بتخفي اي مرض في الضفر، الحاجه الثانيه الاخطر انها بتؤدي الى لو في مرض اصلا مش بس بتخفيه ممكن يزيد. بمعنى لو في بعض الناس بيبقى عندهم فطريات، اللي هي بنسميها كلمة فطريات باللغة العربية معناها باللغة الإنجليزية تينيا الأظافر أو فطريات الأظافر، أكتر حاجة تعملها الرطوبة. فلما بتحط ضافر فوق ضافرها وبيفضل مدة طويلة، المية تبتدي تتجمع بين الظافر الصناعي اللي هي ركبته وبين ضافرها الأصلي اللي هو فيه فطريات أو تينيا. الفطريات أو تينيا دي زي الزرع بالظبط، هي نوع من أنواع النباتات الأولية، فالميه تنعنشها جدا. فهي بتحطه فبتزود الفطريات، وفي نفس الوقت هي مش شايفه زي ما حضرتك تفضلت، ما عم بتشوف شو عم بصير مشاكل. وبتتفاقم المشكله يوم بعد يوم طبعا، تيجي بقى تشيله تبص تلاقي، تقول لي فوجئت مثلا، فضلت حتى مثلا شهر شهرين، فوجئت جاي بشيله لقيت الضفر تحته شكله عجيب جدا، مخضوضه، جايه مخضوضه بقى. بيكون هي التانية او الفطريات زادت قوي في الضفر بسبب تركيب الضافر الصناعي ده. دكتور بيعدي هيدا الشيء الفطريات بتعدي؟ اذا ما معقدنا الادويه الادوات اللي بنستخدمها ممكن ننقلها من مريضه الى اخرى. ودي نقطه مهمه عايزين بقى نبقى دي لها حلقه، اللي هي محلات التجميل والبيديكير والحاجات ديت، وازاي يبقى في وعي عند السيدات بان الحاجات ديت مهمه جدا وممكن تنقل الامراض. يعني كل شويه بتقولي نقطه اهم، دول بقى هنا اخطر قوي. يعني مهما كان درجة النظافة الخارجية للمحل أو المركز التجميل ده، النظافة تختلف عن التعقيم، فيها فرق بين النظافة صح والتعقيم. التعقيم. أكيد أكيد 100%. دكتور نحن عنا مجموعة من الصور أكيد رح نشرح عليها تباعا كل حالة بحالتها، بس خليني ردك للي انطلقنا فيه من البداية، إنه أي مرض جسماني أو صحي المؤشر تبعه بيكون من خلال مرآة الجسم وهن الأظافر. تحدثت حضرتك على السكري، خلينا نبتدي بالاول، اي مرض كمان وكيف المؤشر بيكون؟ هو السكري ده مرض هام جدا لانه خطير، وانا نفسي نركز عليه لانه قد يهدد حياه الشخص نفسه. القدم بتاعه مريض السكر الدوره الدمويه فيها ضعيفه، مشكلتها باختصار قوي الدوره الدمويه ضعيفه جدا، الاحساس ضعيف جدا نتيجه لالتهاب الاعصاب، وبالتالي فممكن ضفره يتكسر، يتخبط مثلا في حرف ترابيزه الضفر يتكسر خالص وهو من غير ما يحس خالص، يعني نفاجئ باصابه غائره جدا وهو مش شايفها اصلا ولا حاسس بيها. نسبه حدوث البكتيريا والفطريات في اظافر عاليه جدا في مرض السكر عن الناس العاديه. فهنا اي مريض سكر اهم نقطه بننصحه بالعنايه بالاظافر بصفه خاصه، الاهتمام انه يلبس احذيه طريه ما تبقاش ناشفه عشان ما تعوروش. الحاجه اللي هامه جدا ساعه قص الاظافر ما يقصش زياده عن اللزوم، يعني لو ساب حته من الضفر زياده ارحم بكتير جدا من قص حته زياده.
ليه؟ لانه اي جرح بسيط هنا هيبقى فيه التهاب صعب جدا قد يهدد الصابع نفسه. اوف. او يهدد حياته نتيجه الالتهاب شديد ببكتيريا بتاعه الغرغرينه بتحدث في قدم مريض السكر لو اصيب اي اصابه اهملت علاجها. وبالتالي فبنصحه انه يقص الضفر كويس قوي بحرص جدا، وممكن يسيب حته ضفر زياده فوق اللحم يعني احسن ما ينقص. باختصار ما يغمق بالقص. ما يغمق. ايوه ما يغمق بالقص. خلينا نقص او بالمصري ما يحفش. ما يحفش بقى على الاخر فيها.